بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالجميع. تتمة لسلسلة أسر وقبائل الخليج التي نرصد فيها تاريخ الأسر والقبائل الخليجية من خلال ما بين أيدينا من مئات الألوف من الوثائق العربية والعثمانية والبريطانية وكتب التاريخ والأنساب، والتي قمنا بفهرستها في مشروعنا ديوان الخليج، أضخم قاعدة بيانات خاصة تعنى بتاريخ الخليج وحوادثه وشخصياته وأسره وقبائله، وهي متاحة للجميع عبر محرك البحث جوجل بكتابة ديوان الخليج. أثناء فهرستنا لهذه الوثائق مر معي كثيرا ذكر قبيلة الدواسر وما يتعلق بهجرتها إلى شرق الجزيرة العربية، فنحن نعرف أن كثيرا من الأسر والقبائل العربية قد تركت مسقط رأسها في الجزيرة العربية لأسباب مختلفة، قد تكون أسبابا سياسية أو أمنية أو معيشية أو اجتماعية أو غير ذلك. ومن جملة تلك القبائل قبيلة الدواسر التي نزحت من مسقط رأسها في وسط الجزيرة العربية إلى شرق الجزيرة العربية، وكانت هجرتها بطبيعة الحال ليست جملة واحدة وإنما جاءت عبر أزمنة مختلفة، لكن وجودها في شرق الجزيرة العربية وتحديدا اليوم فيما يسمى بالبحرين تعد هجرة قديمة، فقد كان لها دور كبير في إمارة البحرين التي تسمى اليوم بمملكة البحرين، ويعد وجودا قديما، وجدت في شرق الجزيرة العربية ثم نزحت إلى الزبارة، وكان لها دور في تأسيس البديع، والبديع نسبة إلى مسقط رأسها في وادي الدواسر البديع، ثم جاءت وأنشأت قرية الزلاق، والزلاق والبديع بمجملها تعد من مناطق قبيلة الدواسر في البحرين، وكان جملة البيوت الموجودة لقبيلة الدواسر في هذين المكانين ما يقدر بألف بيت. تخيلوا ألف بيت يضم كم أسرة وكم شخصية، وفيها طبعا نشطت قبيلة الدواسر وانتقلت من حياة البداوة التي ما زالت محافظة عليها حتى وهي في البحرين إلى الحياة البحرية، فصارت عندها الكثير من المراكب البحرية وبرزت منهم نواخذة وطواويش وشخصيات وغاصة، فكان لهم دور كبير قبل تأسيس إمارة البحرين على يد أسرة آل خليفة. استعانت أسرة آل خليفة بالعديد من القبائل العربية التي كانت موجودة بجوارهم، ومنهم قبيلة الدواسر، فقبيلة الدواسر لها وجود قديم يأتي إلى منتصف القرن الثامن عشر أو حتى قبله، فلقربها من الأسرة الخليفية والتي بينهم جوار ومصاهرة قديمة، استعان بهم أسرة آل خليفة في أثناء دخولهم البحرين في حدود سنة 1753، فتعد قبيلة الدواسر أحد نواة تأسيس إمارة ثم مملكة البحرين بعد ذلك، واستمرت هذه العلاقة الوثيقة بينهم وبين أسرة آل خليفة إلى يومنا هذا. صارت بينهم مصاهرات كثيرة، تبوأوا مناصب رفيعة، كان لهم دور وطني في العديد من المشاهد التي شهدت البحرين، مما يدل على قوة العلاقة ودورهم في البحرين. ولذلك حتى لما شهدت البحرين في مطلع القرن العشرين للأحداث الشهيرة في وجود المعتمدية البريطانية، كان لهم دور وطني، وقد استعان بهم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رحمه الله، وعين الشيخ حسن بن أحمد الدوسري كبير الدواسر رحمه الله تعالى عضوا في المجلس الوطني، ثم برز دورهم في رفض أي مساس بحدود البحرين وبمشيختها وبأسرها وبقبائلها. وكان لهم حادثة مشهورة في سنة 1923 لما تضايق منهم الإنجليز، والدوسري يرفض بطبيعة الحال أن يضام جانبه وأن يمس طرفه، ففرض عليهم الإنجليز ما يقرب من 10,000 ربية غرامة تدفع، واضطرت قبيلة الدواسر أن تدفعها، لكن على إثرها تركت مناطقها الرئيسية في البديع والزلاق ونزحت إلى شرق الجزيرة العربية. في أيام الملك عبد العزيز نزحوا إلى نواحي الدمام والجبيل والقطيف وغيرها في سنة 1923، وتركوا بيوتهم خالية، وحاول الإنجليز من حاكم البحرين آنذاك أن يستغل هجرة وخروج الدواسر في أن تسكن هذه البيوت بأسر أخرى وتصادر هذه الممتلكات، لكن الشيخ البحرين
رفض رحمه الله تعالى حمية ومعرفة به بهذه القبيلة الكريمة، وهم وإياه أهل وأرحام لا يمكن بطبيعة الحال أن يفرط فيهم. ولذلك لما جاءوا إلى الملك عبد العزيز مكنهم من تملك الأراضي والعقارات، وعاشوا حياة هنية في شرق الجزيرة العربية. ثم بعد ذلك، بعد ما يقرب من 5 سنين، لما بدأ لهم أن يرجعوا إلى البحرين، رجعوا مباشرة، رجعوا إلى مساكنهم وبيوتهم، ورجعوا إلى مكانتهم الاجتماعية والسياسية في البحرين، فهم يعدون من كبار البحرين. أنا لا أتكلم من فراغ، وإنما كل بحريني يعرف أثر قبيلة الدواسر قديما وحديثا في البحرين. والحقيقة الكلام عن قبيلة الدواسر قديما وحديثا يطول، وأنا هنا لست بصدد الكلام عنها، وإنما أردت أن أعرض توطئة لما قد ينشر لاحقا إن شاء الله تعالى من بعض الشخصيات البارزة من قبيلة الدواسر أو غيرها من الأسر والقبائل البحرينية التي كان لها دور كبير في توطيد الحكم الخليفي منذ منتصف القرن 18 وإلى يومنا هذا، وهم يعدون لبنة رئيسة من لبنات قيام مملكة البحرين. نسأل الله أن يحفظ هذه المملكة وأن يديم شيوخها على العز والفخر، وأن يحفظ أهلها وأن يسلمها من كل سوء، اللهم آمين. ولعله لاحقا إن شاء الله نقف مع وقفة أخرى مع البحرين وأهلها. نراكم على خير.